بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تحت الأضواء. بدأ الموسم السياسي الأشهر في الصين يوم 3 مارس الحالي، أي الدورتان سنويتان في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. والصين باعتبارها محركا قويا لاقتصاد العالم حققت نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.6% في عام 2018. وعلى صعيد آخر، يصادف هذا العام الذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو عام حاسم لتحقيق الهدف الأول لأهداف المئويتين، أي بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. إذا كيف يرى العرب الدورتين لهذا العام وأهم المواضيع فيها مثل تعميق الإصلاح ومكافحة الفقر؟ مشاهدينا نباشر النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيد هشام أبو بكر، باحث اقتصادي وكاتب صحفي مصري. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. وأيضا الدكتورة أنس زاليطاني، باحثة تونسية مقيمة في الصين. مرحبا بك أيضا. مرحبا بكم. وسوف نبدأ مع أستاذ هشام. أستاذ، في العام الماضي تجاوز حجم الاقتصاد الصيني 90 تريليون يوان، أي ما يعادل 13.5 تريليون دولار أمريكي. وفي دورتين هذا العام قال يعني رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشيان هو أن هو هدف الصين هو أن يتراوح معدل نمو للاقتصاد الصيني بين 6% و 6.5%. فكيف تتوقع الأداء الاقتصادي الصيني في هذا العام؟ في الحقيقة، في البداية أحب أن أهنئ الشعب الصيني على مرور 70 عام على أيام الصين. ثانيا، الأداء الاقتصادي الصيني في عام 2018 كان جيدا جدا نظرا للتحديات الكبيرة التي كانت أمام هذا الاقتصاد وأمام القيادة. لكن رغم ذلك، الحكومة ورئيس الوزراء لي وضح أن التحديات في عام 2019 أيضا كبيرة، ولا بد أن يكون هناك خطط من الحكومة الصينية لمواجهة هذه التحديات. في الحقيقة، معدل النمو الذي قالت الحكومة أنها سوف تستهدفه يتراوح ما بين 6 و 6.5، وهو أقل من العام الماضي، وهذا نظرا للتوقعات بالصعوبات القادمة. ولكن الحكومة في الحقيقة اتخذت إجراءات أو ستتخذ إجراءات هذا العام وسياسات من شأنها أن تحافظ على معدل النمو الصيني، ومن أمثالها أنها سوف تزيد الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة، وسوف توفر أموال كثيرة على المستثمرين من خلال تخفيض كبير في الضرائب وتخفيض في الأعباء وخفض المصروفات بالنسبة لهذه المؤسسات، مما يحافظ على الاستقرار بالنسبة لهذه المؤسسات والمصانع، ويحافظ على العمالة بهذه الأماكن. وفي المتوقع أن الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة ممكن مستمرة في على هذا لو استجاب لها هذا الاقتصاد. بالإضافة أيضا أن الاقتصاد الصيني الآن في مرحلة تطور من مرحلة الانتاج الصناعي المعتاد إلى مرحلة أخرى من الانتاج الصناعي ذات الكفاءة العالية، المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمعتمد على الخدمات أكثر من الصناعة فقط. في عبارة صينية، من مرحلة نمو سريع إلى مرحلة نمو عالية الجودة. نعم، عالية الجودة، وعالية الجودة في جميع المجالات، ليس فقط كمصانع إنتاج، ولكن عالية الجودة تكنولوجيا متقدمة. فالصين الآن في مرحلة الابتكار الانوفيجن، وتشجع على الابتكار في جميع المجالات، وهو ما يدع الاقتصاد الصيني في عام 2025 ميد ان تشاينا، في المستهدف الصيني ينمو في هذا الاتجاه. نعم أستاذ هشام، لدي سؤال. يعني الصين لا يمكن أن ينمو اقتصادها يعني بمعزل عن العالم الخارجي، خاصة أن هناك دول أوروبية أو غربية
في يعني في مقدمتها أمريكا، يعني دائما تضع عراقيل أو يعني الرسوم الجمركية أمام الصادرات الصينية. في هذه الحالة هل يمكن أن تحقق الصين نموا بهذا الهدف، يعني 6 و6.5؟ في الحقيقة الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي مترابطان بشكل كبير جدا، ارتباط عضوي. ارتباط عضوي. ومن المؤسف أن سياسة الرئيس ترامب الأخيرة معادية لدولة الصين، في حين أن المفروض أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق النمو، خاصة في حالة الركود الأوروبي. والآن المفاوضات الأمريكية الصينية في مرحلة متقدمة، وصرح الرئيس الأمريكي مؤخرا أنه قد تحققت نتائج قوية في الاتجاه الصحيح، وربما نحصل على اتفاق في نهاية شهر مارس عندما يلتقي الرئيس شي جين بينغ بالرئيس ترامب. وأرجو أن يكون هذا الاتفاق دائم وعام وشامل. لكن أعتقد أن الحكومة الصينية أيضا تدرك هذه المخاطر، والسياسات التي أعلنت عنها في هذا الاتجاه أيضا قوية، ويمكنها أن تتعافى مع هذه الإجراءات من ناحية الاقتصاد الصيني قوي وليس تحت رحمة الاقتصاد الأمريكي. نعم، الآن لننتقل إلى دكتورة أنس. يعني حسب تقرير صادرة عن البنك الدولي، فإن الصين قد قفزت في ترتيب البيئة التجارية من المركز 76 إلى 46، والدورتين الحاليتين سوف تراجعان مشروع قانون الاستثمار الأجنبي. يعني كيف ترين جدوى هذا القانون في حال تمريرها؟ كما ذكرتم، يعني أن الصين ليست بمعزل عن العالم الخارجي في تطوير نموها الاقتصادي ولتحقيق 6% أو 6.5%. هذه النسبة أيضا مهمة للصين في سنة حاسمة في 2019. لذلك الصين توجهت أيضا إلى مضاعفة جهودها لاستقطاب ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهذا ما جاء في تقرير الحكومة الصينية خلال الدورة الثانية ليوم الثلاثاء. فالصين الآن هي في صدارة العالم في كقوة اقتصادية، هي ثانية في العالم، تتعامل مع كل تقريب الدول وخاصة منها التي تقع على الحزام والطريق خلال هذه المبادرة. الصين تسعى إلى الخروج بالمنتوج أو الصناعة الصينية خارج الصين، وفي نفس الوقت هي تستقطب المستثمر الأجنبي داخل الصين، لأن الاقتصاد ليس بمعزل لحاله، يعني لابد من يعني تضعيف الجهود واستقطاب الكثير من الاستثمارات الخارجية، خاصة في ظروف يعني صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي. لذلك يعني راهنت الصين خلال هذه الدورة الثانية كما قلت على استقطاب وتسهيل الإجراءات للمستثمر الأجنبي، وهو ما جاء في التقرير. ستكثف الصين من جهودها لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمر الأجنبي، حيث أن الشركات الأجنبية 100% تكون أجنبية، يمكنها أن تدخل إلى السوق الصينية بكل سهولة. في 2019 الحكومة الصينية أيضا يعني ستستمر في تخفيف القيود وكل العراقيل التي كانت تواجهها الشركات الأجنبية، كما أنه سيتم توفير حتى على المنصات الإلكترونية تسهيل بطريقة إلكترونية للشركات الأجنبية لفحص كل الإجراءات القانونية. هو بدأ في 2018 الشركات الأجنبية يمكنها أن يعني تمر إلى عن طريق يعني مواقع إلكترونية خاصة بها أن تقوم بفحص معين بدون أي مقابل، يعني دون مقابل يمكن أن تدخل وتسجل، وهذا سيستمر وسيتم دعمه أيضا في 2019. وهذا أيضا سيواصل في نمو الاقتصاد الصيني وفي مواصلة هذه القفزة العالمية، يعني وفي خاصة كما قلنا في عام حاسم بالنسبة للاقتصاد الصيني وللحوكمة الصينية عموما. نعم نعم. أستاذ هشام، يعني لو تابعتم أخبار الصينية، يعني سوف تجد أنه لسنوات عدة متتالية الحكومة الصينية توفر فرصة العمل، يعني لسنوات عديدة، يعني توفر يعني 13 مليون فرصة عمل في البلدات والمدن. يعني وفي هذا العام الهدف هو توفير 11
11 مليون فرصة عمل. وسيميون يقول التوظيف هو أساس معيشة الشعب. يعني هل يمكن أن تحدثنا عن الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية لتوفير الخدمات الأساسية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الشعب؟ في الحقيقة الحكومة الصينية لها نموذج مميز وفريد بالنسبة للدول، وهو الآن يدرس في معظم الدول كأفريقيا، أن النموذج الصيني نموذج للنجاح. كيف استطاعت دولة تعداد سكانها يفوق 1.4 مليار حاليا أن تحقق هذه القفزة الهائلة وتحافظ في نفس الوقت على معدلات معيشية ومستوى توظيف عالي؟ معدل البطالة في الصين العام السابق 5.5%، والمستهدف من معدل البطالة في العام القادم 2019 4.5%. وكما ذكرت حضرتك أن المستهدف توليد 11 مليون وظيفة جديدة. الصين لديها خطة للاستثمار في البنية التحتية، في الطرق وفي القطارات وفي إنشاء مدن جديدة ومشروعات جديدة واستكمال مناطق صناعية جديدة. تستطيع هذه الإنشاءات أن تحدث حركة اقتصادية متميزة وتشعل التوظيف أكثر من المتوقع، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سوف يجذب الكثير من الاستثمارات الجديدة التي أيضا ستساعد على التوظيف. الصين لديها أيضا خفض في التاكسز، في الضرائب، وخفض في الأعباء، وهو ما يوفر الأمان للمشروعات الحالية، فلا يفقد أحد وظائفه، فأنت لا تفقد الوظائف الحالية وفي نفس الوقت تولد وظائف جديدة، وهو ما يحقق الاستقرار لسوق العمل في الصين، ويعطي الإشارة الأمان للمواطن الصيني أن الحكومة تشعر بحركة ونبض السوق وتخطط من مسبقا، لا تنتظر حدوث أي فجوة في العمالة، ولكن تدفع بالأموال وتدفع بالمشروعات لتحقيق في حالة النمو أو تباطؤ النمو، فهي تحدث نمو في حد ذاتها. والصين تعتمد حاليا في اتجاه الاقتصاد الصيني على استهلاك السوق الصيني وليس على الصادرات. في السابق الصين كانت تعتمد على الصادرات كمحرك للنمو، الآن الصين تعتمد على الاستهلاك، وهو ما يعطي مؤشر آخر أن الصين في أمان، حيث أن الاستهلاك الصيني في تزايد لأن معدل المعيشة المواطن الصيني أيضا زاد، فاستهلاكه زاد، وهو ما يعطي دفعة للمصانع الصينية الموجودة أنها تستطيع أن تجد المستهلك الصيني قبل المستهلك الخارجي الذي يرحب بهذه المنتجات. نعم، يعني التحول من الصادرات إلى استهلاك، يعني هل هذا التحول يعني سليم؟ في الحقيقة الصين ليست تترك التصدير نهائيا، ولكن هي تنوع مصادر الاقتصاد، فالاقتصاد القائم على التصدير فقط معرض للصدمات، ولكن الاقتصاد القائم على السوق المحلي والمنتجات يمكنها أن تستوعب في السوق المحلي هو اقتصاد متين واقتصاد سليم ومستقر، ويستطيع أن يتلقى صدمات في الخارج ويتعافى منها. أما بالنسبة لاتجاه الصين أنها تنوع الاقتصاد، فهي الآن لا تعتمد على اقتصاد فقط المنتجات، أنها تنتج سلع بأسعار رخيصة أو سلع منتجات منزلية أو خلافه، ولكن أيضا الصين تتجه إلى مجال الإنشاءات الكونستراكشن ومجال الاتصالات. والصين حاليا لا تصدر فقط منتجات، ولكن تصدر أيضا خدمات، وهذا رائع ومستمر وفي نمو هائل. ربما في المستقبل نجد الصين حجم صادراتها من الخدمات يفوق حجم صادراتها من البضائع. نعم، الآن لنسرح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي تناقش دورتين سنويتين بعيون عربية. دكتورة أنس، الآن بات يعني القضاء على الفقر أهم معركة مستعصية تخوضها الحكومة الصينية، وحتى يعني نهاية 2018
هناك ما زال في الصين يعني 16 أكثر من 16 مليون فقير. يعني الآن الصين تسعى إلى مكافحة الفقر بدقة بعبارة صينية. يعني هل تعتقدين أن الصين سوف تحقق أو تخليص كل شعبها من مستنقع الفقر بحلول نهاية 2020؟ الصين في هذه المسألة وهي مكافحة الفقر والقضاء على الفقر المدقع هي مثال يحتذى به في العالم أجمع، لأن منذ إعلان يعني منذ الانفتاح والإصلاح يعني الصين تقود هذه المعركة بكل نجاح وبكل فخر. يعني بالنسبة لكل الصينيين هو أن حتى هذه الساعة نجحت الصين في كل المقاييس التي وضعتها في هذه القضية أو هذه المسألة. هي مسألة اقتصادية اجتماعية بحتة، يعني أن نتحدث في دولة ما بكل هذا العدد الضخم من السكان، تقول الحكومة بفضل يعني سياسة معينة خاصة بها أنها في سنوات معينة حتى 2020 ستقضي على كل ما هو يسمى بالفقر المدقع أو يعني مستوى الفقر أو تحت الصفر. يعني حددت الصين معايير عالمية وليست حد يعني خاصة بالصينيين ليمر سكانها من منطقة تحت الصفر أو منطقة الفقر المدقع إلى منطقة المتوسط وفوق المتوسط. وحتى سنة 2018 أو حتى هذه الساعة نرى ونلتمس يعني جميعنا سواء صينيون أو غير صينيين نلتمس ما وصلت إليه الحكومة الصينية من نجاح في هذه المعركة الحاسمة. الصين وضعت خطة العيش الرغيد لجميع سكانها حتى 2020. لن يكون على التراب الصيني شخص يعاني من فقر مدقع. هي مسألة يحتذى كما قلنا بها يعني في جميع أنحاء العالم، وحتى هناك دول عربية قد أخذت هذه المسألة وهذا المثال يدرس، وتحاول حتى بعض الدول العربية كما قلت أن تجسد هذا المثال. لكن ما يسهل أو العوامل التي ساعدت الصين في تحديد وفي تخطي هذا المشكل وهو الفقر المدقع هي العوامل الاقتصادية. فلا يمكن أن نقضي على فقر من دولة ما تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة. ففي خلال فترة الإصلاح والانفتاح تطور الاقتصاد الصيني بشكل واضح، وهذه القفزة الاقتصادية جعلت من الصين تحدد لها أهداف اجتماعية أخرى. فتقريبا المثال الصيني للقضاء على الفقر يرتبط بعوامل نجاح اقتصادي أيضا. كما أيضا لا يمكن أن نتحدث عن نجاح الصين في هذه القضية الكبرى دون أن نتحدث أيضا عن لجان الانضباط التي وضعتها الصين. وضعها الحزب الشيوعي الصيني وضعت لجان تفتيش والانضباط يعني تستهدف تحديد يعني سوء أو حسن تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة الصينية في القضاء على الفقر. فكل سنة يقوم الحزب الشيوعي الصيني بتحديد لجنة شفافة جدا ويعني متابعة من قبل كل أعين في الصين السياسية والاقتصادية، تقوم بالتفتيش ويعني التدقيق في كل السياسات التي وضعت وفي كل الميزانيات التي وضعت للقضاء على الفقر، وخاصة منها يعني الجانب الزراعي والفلاحي. فأرى أن الصين ستنجح في تحقيق 2020 عشرة لكل الصينيين، ونحن نلتمسه. يعني حتى حين نذهب في زيارة سياحية إلى قرية بسيطة في الصين ليس مثل السنوات السابقة مثل ما حققته خاصة بعد 2013 في ظل هذه السياسة يعني الجيدة للحكومة الصينية، نرى أنه حتى في الأرياف الصينية الريفي الصيني يتمتع بمزايا معينة على أرضه دون أن ينتقل، دون داعي أن ينتقل إلى المدينة ليشتغل. وفرت له الصين الحكومة الصينية وفرت له أعمال وأفكار جيدة لاستقطاب ما حوله للنجاح في مكانه دون اللجوء إلى التحول إلى المدن. فحتى السائح الأجنبي يمكن أن يلتمس تحسن المستوى المعيشي للريفي وللمناطق التي كانت تعاني من فقر شديد في الصين. نعم،
أستاذ هشام، يعني للصين أهداف المئويتين، أولها يعني بحلول عام 2021 أي الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بناء مجتمع أو إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على النحو الشامل. يعني الصين الآن بحجم اقتصادها الكبير وبوتيرة نموها السريع، هل الصين سوف تحقق هذا الهدف؟ طبعا أنا أتمنى أن تنجح الصين في تحقيق أهدافها 2021، ولكن الصين أيضا تواجه تحديات. الصين الآن في مرحلة وسيطة، ونحن نسميها في الاقتصاد ميدل انكم تراب، اللي هي الدخل المتوسط. الصين الدخل المتوسط، مشكلة الدخل المتوسط للمجتمع الصيني. في بعض الدول حققت نموات قفزات في النمو ثم استقرت عند منطقة معينة ولم تستطع أن تستكمل مسار النمو لمسارات أعلى وأعلى، واستقرت عند هذه المنطقة ثم تدنى هذا الأداء. والصين تدرك هذه المشكلة منذ فترة، ولذلك الصين أرادت تغيير نمط الاقتصاد الصيني وفتح مجالات ونوافذ جديدة للاقتصاد الصيني لضخ مزيد من النمو وسبل نمو جديدة. وكنت أتحدث في الأسئلة السابقة عن الانوفيشن، التطوير والتكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا الجديدة هي تحدي للصين. فنجد الصين الآن في جميع المجالات، لكن في مجال الاتصالات الصين قائدة في الجيل الخامس من الاتصالات، الشبكة الخامسة. وهذه الشبكة الخامسة حتى أوروبا وأمريكا تعارض الصين في هذه الشبكة الخامسة لأنها تخاف. تقصد شركة هواوي؟ أقصد شركة هواوي، وتحارب هذه الشركة من الدخول في الدول الأوروبية وإنشاء هذه الشبكة فيها، وهذا تحدي أمام الصين. أيضا في مجال التكنولوجيا وفي مجالات أخرى كما ذكرت الخدمات، الصين الآن رائدة في مجال الكونستراكشن. شركات المقاولات الصيني تأخذ مشاريع بالبلايين في جميع دول آسيا وأفريقيا، وهو اتجاه يدعو إلى التفاؤل الشديد في المستقبل الصيني. وهذه الرؤية الشاملة توضح أن الصين تدرك حجم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الصيني الحالي، وفي المستقبل القريب يمكن أن تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية، لأن الصين لا تريد أن تستسلم لمعدلات الانكماش. السنة السابقة 6.5 6.6 ستة وستة من عشرة، السنة الحالية ستة. الصين لا تريد أن تندرج ستة ثم خمسة ثم أربعة، الصين تريد أن تنمو من ستة ثم سبعة ثم ثمانية. ثم فهذه الأدوات الجديدة ينتظر أن تأتي ثمارها في خلال سنتين أو ثلاثة على الأكثر، لأن الخدمات سريعة النمو أكثر من البضائع. الخدمات في عام واحد يمكن أن تحقق ما تحققه البضائع في 10 سنوات. فهذا الاتجاه اتجاه يعني سوف يفيد العالم أيضا، لأن الخبرات الصينية الكبيرة في إنشاء الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية ومحطات الطاقة وغيرها من المشاريع هي خبرات كبيرة للصين، والصين لديها سجل من الإنجازات يعزز هذه الخبرة. المنافسة مع أوروبا وأمريكا ربما تعرقل قليلا هذه المسيرة، ولكن مع الإمكانيات الضخمة للصين التي والبرامج الضخمة للتطوير وتشجيع الابتكار تستطيع الصين أن تحقق طفرة إن شاء الله. نعم نعم نعم. دكتور أنس، قال رئيس الصين شي جين بين الجبال الخضراء والمياه الزرقاء هي الذهب والفضة. الآن الحكومة الصينية تولي اهتماما متزايدا ببناء الحضارة الإيكولوجية، فهل يعني لمستي أي تغير في تحسن البيئة في السنوات الأخيرة؟
طبعا منذ أن أعلنت الصين على يعني مفهوم الحضارة الأيكولوجية المترامية الأبعاد والأطراف في الصين، لمسنا حتى في المدن الكبرى، نحن سكان يعني الذين نسكن المدن الكبرى أو نزور المدن الكبرى، بكين، شنغهاي، يعني كلها موجود فيها تحسن واضح وملموس في السنوات الأخيرة. منذ انطلاق هذه الحملة أو مفهوم الترامي الأبعاد الحضارة الأيكولوجية في الصين، كان صعب قليلا أمام الصين، هي دولة مصنعة بالأساس، ماذا ستفعل أمام يعني معضلة التلوث والحماية البيئية؟ فكان هناك يعني عائق كبير أمام هذه الدولة للمرور يعني بخطوات واضحة من دولة مصنعة تعاني من تلوث، عانت يعني الكثير من المدن الصناعية في الصين من التلوث في فترات معينة، ثم الآن نرى أن يعني تجديد الحكومة الصينية وعلى يعني رأسها الرئيس الصيني شي جين بين على سياسة الحضارة الإيكولوجية مترامية الأبعاد في الصين، أن هناك تطور كبير لتوفر ويعني مناطق خضراء كثيرة في الصين. ومؤخرا يعني يعني الرئيس الصيني شدد أن حتى على شمال البلاد وحدود البلاد يعني في حدود الصين لابد من تعزيز المناطق الخضراء والتشجير، مثلا في منغوليا الداخلية، التبت أيضا تقفز بتاريخ كان خالي من الأشجار، الآن نرى هناك تطور أنه تم الإعلان أن تبت سيكون فيها أشجار. في المدن الكبرى أيضا هناك سياسات معينة لتوفير يعني مناطق خضراء مساحات كبيرة، القضاء على التلوث أيضا يعني تبع هذه المعضلة التي نادت الصين في السنوات الأخيرة بمحاربتها وتخطيها. كيف نلمس ذلك؟ نلمس كما قلنا المساحات الخضراء، يعني أصبحت واضحة جدا وملموسة في الصين في المدن الكبرى أيضا، إغلاق العديد من المصانع في المدن الكبرى، يعني بكين أغلق فيها أكثر من 2000 مصنع في السنوات الأخيرة، نرى تزايد عدد السيارات التي تعمل بالكهرباء، يعني سيارات الطاقة وليس السيارات العادية بالوقود التي تستهلك أكثر يعني وتلوث أكثر البيئة. كل هذه هي تابعة للسياسة، والصين حتى الآن أعلنت أنها لا تزال تؤكد على أهمية هذه السياسة الخضراء، ولابد من دعم يعني الحضارة الأيكولوجية ودعم البيئة الخضراء في الصين، وهو أن نلمسه كما قلنا بالعين المجردة، وأيضا حتى في السياسة الصينية كما قلت، يعني حتى المناطق الجانبية والحدودية، حتى المناطق التي لم تشهد تشجير سابقا ولم تشهد مناطق خضراء، الآن في الصين هناك سياسة لدعم هذه المناطق لتصبح أكثر اخضرا. نعم أستاذ هشام، بكين سوف تستضيف القمة الثانية لمنتدى تعاوني لمبادرة الحزام والطريق ربما في شهر القادم أو شهر مايو القادم. أريد منكم أن تتحدث عن توقعاتكم لهذه القمة ومشاركة مصر في هذه المبادرة. قمة الحزام والطريق الثانية سوف تكون أكثر ثراء وأكثر نتائج مثمرة من القمة الأولى، لأن العالم الآن أدرك أهمية هذه المبادرة، والتخوفات السابقة من هذه المبادرة أصبحت غير واقعية. العالم الآن أصبح يفهم لماذا يحتاج إلى الترابط أكثر، كيف ستكون وسائل الاتصال وسيلة لحل كثير من المشاكل. نعم أستاذ هشام، نريد منكم أن تتحدث المزيد في هذه النقطة، ولكن الوقت يداهمنا، لابد أن ننتهي من هذه الحلقة. ونشكر سيد هشام أبو بكر وأيضا دكتورة أنس زليطاني، شكرا جزيلا على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج تحت اللواء. شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.